اتمنى ان انتوا تكونوا كلكم كويسين ويومكم كان يوم سعيد. النهارده هتكلم في ايه؟ النهارده انا قلت لكم كلكم وعايزاكم كلكم تبعتوا لي اسئله عن الحاجات اللي انتوا عايزيني اتكلم فيها او المواضيع اللي انتوا مهتمين بيها. فجالي سؤال عن نمو الشعر وكثافه الشعر وصحه الشعر والمنتجات اللي احنا نستخدمها. هعمل جزئين، هعمل اول الجزء الاولاني اللي هو النهارده عن كثافه الشعر وصحه الشعر بالتغذيه. لازم كمان اكلنا نبقى واخدين بالنا منه عشان صحة شعرنا، وبرضو اتكلم عن المنتجات والبرودكتس والفيتامينز اللي انا باخدها او اللي انا شفت منها ان هي فعلا ساعدتني ان انا اكثف شعري. كلنا كستات بنعاني من تساقط الشعر. انا على طول متهمة من جوزي ان انا بصرف فلوسي كلها على منتجات الشعر اصلا، يعني دي خناقة ازلية ما بيننا. كنت في الاول بجرب منتجات كتيرة جدا ما كانتش بتعمل لي تحسن، الحمد لله في الاخر وصلت للمنتجات اللي حسنت فعلا شعري، فبطلت اتهم هذا الاتهام. نتكلم بقى في التغذية والاكل المفيد لصحة شعرنا. اول حاجة البيض. طيب البيض فيه ايه؟ البيض فيه بيوتين وفيه بروتين. طيب البروتين ليه مهم جدا لصحة شعرنا؟ لان بصيلات شعرنا بتتكون من، او الهير فوليكلز في شعرنا بتتكون من بروتين. فلذلك يا جماعة البروتين مهم جدا، ودايما لازم نبقى بناكل بروتين عالي في اكلنا. طيب البيوتين ليه مهم؟ لان هيدخل جسمنا هيتحول لكيراتين، وكيراتين يعني نمو شعر وكثافة شعر. هو برضو في ايه؟ في زنك، في سيلينيوم، وكل الفيتامينز دي بتساعد على نمو الشعر. اتكلم بقى في تاني حاجة، ايه هي التوت بانواعه، يعني الفراولة والتوت وكل انواع البيريز. عشان التوت فيه انتي اوكسيدنتس او مضادات اكسدة، وفيه فيتامينات مهمة جدا لنمو شعرنا، خصوصا مثلا الفراولة يا جماعة فيها فيتامين سي عالي جدا. ايه اهمية فيتامين سي؟ فيتامين سي اولا بيعلي الكولاجين، ثانيا بيساعد في امتصاص الحديد في الجسم. ايه تالت حاجة هي السبانخ. جوزي ما بياكلش سبانخ فما بطبخهاش، لكن بحاول دايما ان انا عارفة احشرها كده في اكلي، وانا بعمل بيض دايما بحط عليه سبانخ، لان السبانخ مهمة جدا لصحتنا في العموم. طيب هنيجي نتكلم عن الشعر. السبانخ فيها الفوليت، فيها حديد، فيها فيتامين اي، وفيها فيتامين سي. انا عايزة اقول لكم ان كوب سبانخ بيعادل 54% من معدل احتياجنا اليومي من فيتامين اي او فيتامين الف. فيها برضو حديد. الحديد هيزود ان الدم يوصل اكسجين لبصيلات شعرنا ولكل جزء في جسمنا عامة، ولكن احنا بنتكلم عن الشعر، فبالتالي هتساعد في نمو شعرنا. طيب رابع حاجة ايه؟ السمك. السمك وخصوصا السالمون. ليه؟ لان في اوميجا 3 فاتي اسيدز، ودي مهمة جدا وبتساعد في كثافة الشعر. خامس حاجة البطاطا الحمراء، مفيدة جدا لصحتنا في العموم، ولما نيجي نتكلم عنها من ناحية الشعر فيها بيتا كاروتين بيتحول لفيتامين اي. فيتامين اي في الجسم بيزود السيبم، والسيبم ده يعني شعر صحي، وبيزود حتى كثافة الشعراية اللي هي سمك الشعراية. سادس حاجة الافوكادو. الافوكادو فوائده الصحية لو قعدنا نتكلم فيها مش هنخلص، مفيد جدا لصحتنا، ولما نيجي نتكلم عن خصوصا صحة شعرنا هو غني بفيتامين اي، وفيتامين اي ده يعتبر انتي اوكسيدنت او مضاد للاكسدة، فبالتالي بيزود نمو الشعر. سادس حاجة انا هدمجهم كده مع بعض، المكسرات والبذور. المكسرات بقى زي اللوز والكاجو بقى والحاجات اللي احنا كلنا بنحبها، ولكن ناكلها دايما ناية عشان تبقى صحية لينا، دي معلومة مهمة. والبذور زي بذور الشيا، بذور الفلاكس سيدز، انا البذور دي دايما بحطها مثلا على الشوفان وانا باكله، وعلى الزبادي وانا باكله، دايما تحاول ان احنا نضيفها لاكلنا. ايه اهميتها للشعر؟ فيها فيتامين بي، فيها فيتامين اي، فيها زنك، وفيها كمان فاتي اسيدز، وكل ده بتزود نمو الشعر وبتزود صحة الشعر. سابع حاجة بقى، ودي اكلتي المفضلة يا جماعة، هو الجمبري. انا بعشق عاشقة للجمبري. في ايه؟ في بروتين، فيتامين بي، وحديد او ايرون، وزنك، وفيتامين دي. كل دي حاجات بتحسن نمو الشعر. في برضو ايه ولكن مش بنسبة عالية قوي زي السالمون؟ الاوميجا 3 فاتي اسيدز. واخر حاجة اللحمة، عشان اللحمة فيها بروتين، واحنا قلنا ان الشعر بيتكون من بروتين، والبروتين مهم جدا لصحة شعرنا. ده الجزء الاول من فيديو صحة شعرنا وكثافة الشعر. هنزل لكم دلوقتي بارت نمبر 2 والمنتجات بقى اللي انا بستخدمها واللي هي بتساعد على نمو الشعر خارجيا. شكرا ليكم، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو يا جماعة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب او اعجاب واشتراك على قناتي، ولو حد عنده اي استفسار اكتبولي في الكومنت، او حاجة عجباكم برضو اكتبولي في الكومنت. شكرا ليكم، مساءكم سعيد.